ادخل. قدرنا نتواصل مع مجموعة أوجو السيدي. هالحكي ممتاز. ايه وشو الوضع هلا؟ حاليا تجاوزوا خطر انفجار القنبلة سيدي، وبظن انه النزاع الداخلي بين الارهابيين اعطانا وقت زيادة. واول ما المجموعة تنسحب من هنيك رح نقدر نتواصل معهم مرة تانية، والمهم انه ما عنا اصابات بنوب. برافو، كثير منيح. هالخبر ممتاز. طيب يعني هلا فينا نقول انه المدنيين صاروا بامان؟ سألت النقيب كارنليك عن هي النقطة وقال لي انه رح يمسحوا المنطقة ويخبرونا فورا. عظيم، واول ما تخلوا المدنيين اطلعوا من هنيك دغري. أمرك سيدي، مفهوم. وبأسرع وقت فيك تمشي. احترامي. يوركام يا روحي، كيفك ماما؟ وينك؟ عم بتصل فيكي، ما عم تردي. يا روحي مشغولة كتير لهيك ما قدرت رد عليك. طمني عنك، شو الأخبار حبيبي؟ احكي لي يلا. أنا منيح، وانتي؟ منيحة منيحة، ولما بشوفك بصير أحسن أكيد يا روحي. شو ناوي تعمل هلأ؟ يلا قلي حبيبي قلي. أمي بابا حيجي هلأ، بجوز أطلع معه اليوم، ما بطول. إيه تمام حبيبي، حكي لي هلأ أنت كيفك؟ أمورك تمام ومبسوط يا روحي؟ إيه طبعاً كتير مبسوط، طلعت من الثلاثة الأوائل، وأستاذي قال لي إنه رح يعطوني منحة كمان لأني من المتفوقين. برافو عليك يا عيوني، برافو يا روحي. إيه لكان طالالي لا؟ مام؟ مام شو يوركام؟ مشان الله شو مام هي؟ قلي أمي بتركي يا روحي. أمي؟ ايمت بدي شوفك؟ عن قريب يا عيوني، اشتقت لك كتير يا عمري. بس انت ضلك عم تحاكيني، لا تقطعني بنوم، ماشي حبيبي؟ أمي بابا اجا، لازم سكر. يوركام يوركام يا روحي، بحبك كتير. ماشي أمي، وأنا بحبك كتير. يلا باي باي يا روح، الله معك. سيدي أنت منيحة سيدي؟ عميد قلي عم يتصلوا بحضرتك من القيادة. تمام خلينا نروح. تفضلي. وهي بشربة على الطريق. يشار! حاضر سيدي نقيب. يا جيتو وكان محتاجين الدعم، رح روح لعنده. انت بس غطيني منيح. بأمرك سيدي. ليكن هون. ورا التراكتور سيدي، ورا التراكتور. لقيته. تغيير.
غطيني. جاهز. انتبه. تغيير. سيدي النقيب باتور عم بيغير المواقع. أوكان أوكان، هن من كل مكان محاوطينا. شوف الذخيرة رح تكون مشكلة، لا تضيعها ابدا. فهمت علي؟ مفهوم سيدي. استعجل، يلا يلا بسرعة. تيمور، نحن عم نغير مواقعنا. سيدي هدول ما عم يخلصوا. هدول ما بينتهوا لك، ما بيخلصوا بقى. يلا تيمور هون. تيمور بقى انت الليلة طويلة كتير. ها انا جاهز سيدي. هلا كوران انتبه، 50 متر لجهة الشمال. لازم نغير المواقع فورا سيدي. تمام كوران، يلا أنا رح أغطيك. أنا طالع. Ugh.
اطلعوا لعندي لاشوف. حسابكم عندي انا، اذا ما بخليكم تندموا على الساعه اللي ولدتوا فيها يا كلام. يلا وينك انت؟ كوران وينك؟ كوران ما عم شوفك، وينك هلا؟ كوران جاوبني، كوران انت منيح؟ كوران لك وينو هاد؟ ليش ما في صوت من عنده؟ يشار؟ حاضر سيدي نقيب. على أساس هنيك موقع أوماي، ليش ماني عم بسمع صوت قناصته؟ يلا رايح شوفهم. سيدي هدول مو بمواقعهم. شلون يعني مو بمواقعهم؟ وكوران مو بنقطه كمان. شو عم بيصير يا شار؟ ما بعرف. استناني هون انا راجع، استناني. حاضر سيدي نقيب. يشار سيدي روح وشوف شو صاير عنده بسرعة، وانتبه منيح. يلا حاضر سيدي نقيب. أنا منيح. ورجيني. عشت مواقف أفظع من هي بكتير. استنى. ما مالك؟ على مهلك. على مهلك. الرصاصة طلعت بس الجرح غني. لازم نقطب الجرح. لا لا سيد الرقيب، هو جرح بسيط، هلأ بضمضه بيمشي الحال صدقيني. كوران جرحك غميق. أو ماي، مو منيح إنه نترك مواقعنا، خلينا نضمضه ونكمل أحسن. سيدي هذا أنا يشار، سيادة النقيب بعتني لهون لأشوفكن لأنه مانكن بمواقعكن. سيدي انت تصوبت؟ انا بخير يا شار، مجرد جرح بسيط. بس يا كوران الجرح غميق. قلت له هالشي وما عجبه. سيدي الجرح رح يخليني يصير مثل الابطال، البنات بيحبوا هاي الحركات. انت بحياتك ما رح تكبر؟ قال بنات قال. سيدي هذا ضماد مؤقت. تمام، خلونا نكمل قواص على اولادين الكلب هدول. يلا يلا يشار انتبه منيح. ايه حاضر سيدي. يشار يفضل ما تبالغ لما تخبر النقيب باتور، قول انه جرح بسيط ومشي حاله. ايه ماشي بامرك سيدي. you
تفضل، المفروض انه يناسبوك. رح جربن. روح شوف مين على الباب بسرعة. جبت كل شيء ما؟ شكراً لك أخي. هي هي؟ طيب خلينا نفتحها. حلو، هيك صارت الأمور تمام. أنا راح أقول لك مرة تانية، هذا واجبي كدكتور. أي. ما فيك تسافر وأنت بهالحالة. بجوز تلقط أي جرثومة وتلوت جرحك وهيك. أنت خلي عنك، كأنه أنت مقلع من المهنة. ليش طيب؟ شو؟ كمشوك عم تسرق شي؟ أنت ما بيصير تسافر بنوب، بس على راحتك. ومثل ما وعدتك، هدول مصاريك. رح يطلع لبرا سيدي، نحن عم نراقبه. اطلقوا عليه النار إذا بيحاول يقوس الدكتور، بكرر، اطلقوا عليه النار إذا بيحاول يقوس الدكتور. حاضر سيدي العميد، مثل ما أمرتي. ناطرينك من شان التحقيق سيدي. استنوا كمان شوي، ما فيني غادر هلا. حاضر سيدي العميد. يلا روح هلا. يلا يا وسخ. كأنه هذا حامل شيء مثل السكين. لحظة، خلينا نتأكد بالأول. شو عم تعمل انت؟ شو عم أعمل؟ مو أنا وعدتك أدفع لك المبلغ اللي طلبته؟ ليكني عم أوفي بوعدي دكتور، بس لازم تفهمني. مثل ما بيقولوا، إيه، أنا لازم خليك تسكت بحيث ما أسمع صوتك للأبد. وأنا أخذت احتياطاتي كمان، مفكر إنك أذكى مني مو هيك؟ شو قصدك يعني؟ أخذت لك كم صورة، وغير هيك أخذت لك بصماتك كمان. إيه طبعاً، لازم أضمن حقي. الله يلعنك، الله يلعنك، الله يلعنك، الله يلعنك. بالله لوين بدك تروح؟ على سوريا ولا على اليونان ولا جورجيا؟ نحن هلأ بأنقرة. نحن بأنقرة. وين نحن؟ نحن بأنقرة. بهالحالة رح تاخد وقت شي 8 ساعات لحتى توصل لأقرب حدود. وإذا ما اتصلت بجماعتي اتصال كل ساعة، رفيقي رح يسلم بياناتك للشرطة بأسرع وقت. يعني نحن الاثنين رح نسكر تمنع، أنت بتستنى للطيب وأنا باخد مصاري. فهمان؟ يلا انقلع من وشي. دكتور؟ نحن لهلأ متعادلين، بس رح شوفك مرة تانية، تذكر لا تنسى، اتفقنا؟ ما في مشاكل سيد العميد، الهدف ترك البيت. كرر، الهدف طلع من البناية من شوي. ممتاز ممتاز، برافو عليكم يا شباب، الفريق الثاني رح يلاحقوا هلا. تفقد الإشارة فورا لشوف. يلا حاضر سيد العميد.
في معنى إشارة سيدي. تمام، خليك لاحق، رايحة على التحقيق، خليني أعرف إذا بصير أي شيء. تمام؟ حاضر، بأمرك سيدي العميد.